الخير، اتمنى تكونوا بخير. هتكلم معاكم النهارده على لانجويج نوت بتاعه يونت 6. زي ما اتفقنا قبل كده، كل اللانجويج نوتس في بلاي ليست واحده ورا بعض بالترتيب. لو اول مره تشوف اول حاجه كان الفيديو ده، افتح البلاي ليست اللي احنا فيها وكمل اللانجويج نوتس بتاعت الوحدات اللي فاتت واللي جاية إن شاء الله. هنتكلم النهاردة على يونت 6، فيها أول لانجويج نوت معانا have أو get، بمعنى يخلي حد يعمل حاجة. تمام؟ يعني إيه يخلي؟ يعني يرغمه أو يدفعه، يخليه بالعامية. طيب بيجي بعدها إيه؟ بيجي بعدها اسم، ماشي، وبعدها تصريف تالت. طب يلا نشوف مثال، عشان احنا مش بنحفظ قواعد، صح؟ I got أو had، احنا بنتكلم في الماضي. طيب my car washed، تصريف تالت. معنى الجملة ايه؟ نغير القلم كده. معنى الجملة انا خليت عربيتي تتغسل. هل انا كده غسلتها بايدي؟ لا، انا وديتها حد يغسلها لي، طلبت من حد يغسلها لي، وديتها المغسله، ايا كان. انا خليت عربيتي تتغسل. I got او I had my car washed. طيب مثال كمان، يلا مثال تاني نثبتها. I had او got، مش مهم نكتب الاثنين. My teeth، أسناني fixed. Fixed يعني اتصلحت، يعني عالجتها. تمام؟ اسمها fixed. يبقى أنا خليت أسناني تتصلح. خليتها إزاي؟ يعني معنى الجملة إن أنا رحت لدكتور أسنان، صلحت أسناني، فبقيت I had my teeth fixed. خلاص؟ يلا مثال كمان. It is important to have، بلاش have، to get the work done in time. طبعا يعني في الوقت المناسب. المهم it's important، سيبك منها، to دي على بعض. It's important to get the work done. Get the work done. فهمنا؟ يبقى من المهم انك تخلي الشغل يخلص في وقته. تمام؟ خلصوا انت بقى، خلصوا العفريت، المهم من عندي الشغل يخلص في وقته. خلاص؟ It's important to get أو to have the work done. تمام؟ ده كان أول نوت معانا. النوت اللي بعد كده برضو عدت علينا، مش جديدة، هي allow. allow يعني يسمح بي، صح؟ بتساوي let، يعني يسيبنا نعمل أو يسيبه يعمل حاجة. تمام؟ إيه الاختلاف ما بينهم في التركيب؟ إزاي؟ allow دي بيجي بعدها to ومصدر الفعل. طب امال let؟ let بيجي بعدها مصدر على to. طيب يلا مثال. he allowed me to use his phone. هو سمح لي اني استعمل تليفونه. He allowed، وده المفعول ده، to والمصدر to use. طيب he let me اللي هو المفعول، ده ما تشغلوش بالكم بيه، هو فاعل، let فعل مفعول me. الفعل بقى اللي جاي بيقول use his phone. هو سابني استعمل تليفونه، هو سمح لي استعمل تليفونه. هذا الاختلاف بين allow و let، هما اتنين نفس المعنى. النوت بتاعتنا بس بيقول لك allow بيجي بعدها to المصدر،
لت بيجي بعدها المصدر بس. بصوا احنا ما بنحفظش قواعد، احنا بنفهم. طب هنفهمها ازاي دي؟ الله يعني سمح لي ان، قلت ايه؟ ان، سمح لي ان، ان يعني تو. allow me to use، ان استخدم. امال let، let يعني سابني، سابني احفظها، سابني او سابه. لو عايز اقول بابا سابني اخرج، my father let me out او let me go out يعني سابني اخرج. لكن عايز اقول بابا سمح لي اني اخرج، يبقى حلو او نكتب هنا سمح لي، سمح، وهنا سابني. تقولش لحد سابني عشان خاطر احنا كده بنتكلم على المصطبه. الفكره كلها انك تفهمها. ليت يعني سابني، يبقى انا مش بعوز حرف تو، مش بعوز اي حرف. سابني اعمل اللي انا عاوزه، سابني جو، سابني يوز، خلاص. الاو يعني سمح لي، وكلمه لي يعني سمح له او ليا ان. تمام، ما علينا من لي، ان استعمل يبقى تو، خلاص. دي كانت النوت. النوت اللي بعد كده طيب بيقول لنا ايه؟ because و because of. حد عارف الفرق ما بينهم؟ نفس المعنى، هو هنا بيقول بسبب وهنا بيقول بسبب، الاختلاف برضه في التركيب. طيب ايه بقى؟ because بيجي بعدها جملة كاملة، لكن because of بيجي بعدها اسم. طيب يلا مثال. he was angry، هو كان متعصب. because بسبب he lost his phone، اللي حصل because بعدها جملة، جملة بتتكون من فاعل، فعل، مفعول، جملة انجليزي كاملة جت بعد because، بسبب انه ضيع تليفونه. لو نفس الجملة عايز اقول because of، هقول he was angry because of، بسبب ضيعان تليفونه، because of losing his phone. وهنا انا ما بقولش فعل زائد ing، انا بقول اسم. هنا lose اتحولت لاسم، بقت ضيعان او خسارة، معناها losing his phone. طب بلاش دي، because of the loss، خسارة برضو، the loss of his phone. ايه اللي انا عملته؟ حطيت اسم على طول بعد because of. يلا مثالين تاني يلا عشان يثبتوا. انا همسح كمان يونت 6 دي خالص. لو هقول she was shocked، يعني ايه shocked؟ يعني اتخضت او كانت مصدومة. because بيجي بعدها ايه؟ جملة. she saw an accident، ماشي. because she saw an accident، شافت حادثة. طيب لو عايز اخليها because of، هتبقى she was shocked because of the accident. كانت مخضوضة ليه؟ بسبب الحادثة اللي شافتها، because of وبعدها اسم، خلاص. يبقى because of بسبب كذا، او because لأن هي شافت كذا، خلاص. يبقى هنفرقهم ازاي؟ هنقول دي لأن، فبما انها لأن عايزة جملة، وهنا بنقول على because of بسبب كذا، بسبب شيء، بسبب فلان، اي حاجة، خلاص. دي كانت النوت بتاعت because و because of. يبقى نقول على because لأن، وانس ان احنا قلنا لأن هنعوز ان احنا نكمل جملة. انا مبسوط لأن مثلا
جات لي هدية، لكن لو عايز اقول بسبب، انا مبسوط بسبب الهدية اللي جات لي او الهدية، فهمتوا؟ بسبب اسم ولا ان جملة. طيب اخر نوت معانا في اليونت دي، نوت اونلي. نوت اونلي من الروابط الحلوة اللي بتستعمل كتير في الانجليش وشيك، بس احنا عندنا النهارده نوت اونلي بيجيب لك تركيبها، بيجي بعدها فعل مساعد وبعده فاعل وبعده فعل تاني، الفعل الأساسي بتاعنا، ونكمل جملتنا عادي. طب يلا نشوف مثال، عشان أنا نفسي مش بحفظ التركيبة كقاعدة. Not only was it raining، يعني تمطر، مش عارف أنا كاتبها صح ولا غلط تقريبا، raining. Not only it was raining all day but، هي التركيبة دايما but also، not only but also، not only كذا كذا but also كذا، تمام؟ بمعنى مش بس كانت بتمطر، وخدتوا بالكم وانا بقول ايه، مش بس كانت بتمطر، لا ده كمان كذا كذا. احنا مالناش دعوة but also، احنا عايزين not only اللي بيجي بعدها ازاي. يلا مثال تاني، not only did she forget my birthday but also. طيب برضو ما يهمنيش but also ايه، ايه اللي حصل عندي؟ not only مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل ومفعول، جملة عادية خالص، وبعد كده but also كذا كذا. طيب معناها ايه؟ مش بس هي نسيت، مش بس نسيت my birthday، ولكن كمان عملت كذا كذا، تمام؟ فكرة بتاعتنا not only بيجي بعدها على طول فعل مساعد، عاملة زي الأسئلة كده، بيجي فعل مساعد الأول بعدين فعل وفعل، ماشي؟ ناخد بالنا لما استعملت did، ده اللي هو verb to do، verb to do بيجي بعده مصدر الفعل. لما استعملت was، الجملة أصلا كانت مستمرة، أنا لو عايز أكتبها بطريقة تانية غير not only بقول مثلا it was raining all day، وبدل ما not only but also بقول and. يلا أنا ممكن أكتبها لكم دي عشان توضح لكم المعنى، أكتبها بلون جديد، بقول بدل ما أقول not only it was raining بقول it was raining، ودي جملة حلوة ممكن تسكت عليها كده it was raining، بس not only but also معناها and. It was raining all day and I didn't go out مثلا، كانت بتمطر وانا ما خرجتش، تمام؟ ده معناها هي الجملة دي not only but also معناها and. ايه الاختلاف؟ لما بديت ب not only جبت was الأول قبل الفاعل، حلو، وبعدين الفاعل والفعل بتاعي not only it was it raining all day but also أنا ما خرجتش، خلاص؟ ده تركيبة not only اللي بيجي بعدها فعل مساعد فاعل وفعل، ودي كانت آخر نوت معايا في يونت 6. هستنوني في اللانجوج نوت بتاعتنا في اليونت اللي جاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.